حقا أن الأمة التشادية تعيش هذه اللحظات في حزن عميق، حيث فقدت رئيسها مشيرتشاد إدريس ديبيت نو الذي التحق بالرفيق الأعلى هذا الثلاثاء 20 أبريل 2021 إثر الإصابة التي تعرض لها في ميدان الشرف أين كان يدافع عن استقرار البلاد ووحدة الأمة. غير أنه رغم هذا المصاب الجلل الذي ألم بها، إلا أن السمة الإيجابية التي أغرسها في نفوس الأمة طيلة حياته ظلت بارزة، حيث الهدوء التام يخيم على مختلف أنحاء العاصمة. فالمواطنون في أنجمينا ورغم هذا المصاب الجلل الذي طبع في نفوسهم الحيرة والتأمل والأسى الذي بدا واضحا على وجه سكان العاصمة، إلا أنهم ظلوا في هدوء تام، حيث النشاطات تسير بشكل شبه اعتيادي لا سيما في الأسواق ومختلف محلات البيع، وحتى سيارات الأجرة تتجول في مختلف الخطوط الرئيسية لها. إذن ينبغي على سكان العاصمة أنجمينا وعلى سكان ولايات البلاد الداخلية أن يبقوا في هدوء تام والتمسك بالقيم النبيلة التي تسهم في تقوية وترابط ووحدة الأمة التشادية والتعايش السلمي والسلام التي كان ينادي بها مشير تشاد إدريس ديبيت نو طيلة حياته: كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس تشادي مادة جسمي ده كله انشل، يعني هسه دين هسه لين حاليا ده بقيت زي المردان كه، ما قادر نمسك هالي والله يرحمه، لكن هسه ده الحمد لله والله يهون القاسي والله يرحمه ويثبت جنودنا القاعدين ده الله ينصرهم في الحق الله يثبتهم. تعزياتي الحرة لكل الشعب التشادي وللشعب الافريقي كله، يعني علينا متاسفين شديد وفاتنا رئيس الجمهوريه، تعزيزنا افريق كله ديبي ما مد لتشاد ويدا مد لافريك دان توت لافريك. شيء بيقى لي شيء تقيل مره واحد، الانسان اللي انت معايا ايش معايا وقميت قدامه ده شيء فرقته دي قاسي. أنينا كلنا تشاهدين كل فهمنا الوضع، شيف الجوار الدول المجاورين لنا ألوم كيف حالتهم، أنينا قربوا بلنا نمشوا لياتو ألوم نام جاب لنا استقرار والأمن وخطاني في الطريق مستقيم، عشان أنينا كان عندنا كناس وقلاء ده نشوف الدول المجاورين لنا، ما نشوف أنينا شخص واحد، نشوف الدول المجاورين لنا عشان ده نثبت نفسنا، وده أمرنا الله نادي ما تقدر انت تهجي فوق شيء سميت انا ما هلو خلانا وخفنا، رئيس كيمشي يداوز لوطنا ولا يصير شيء زي دي بيا سوادة ما فيكوا نقدروا كان كيف كلا نقوف عنينا بجهة واحد حليها عشان سي شيء زي ده حلي ما يكون آخر في بلدنا كوا الله يرحمه ويغفر له بالجنة، بس حلي ما نقدروا نخلو شغل زي ده بطن يكون كوا تشادين حاولوا كلنا ان يوفوا لفارس. نحن طبعا اصطدمنا صدمة كبيرة بوفاة فخامة الرئيس الاخ ادريس ديبيت نو، فيجب ان الانسان يشعر ان شهر رمضان وشهر كريم ويتقبل بقضاء الله وقدره. الدولة في ايد رجال امينة، فالدولة في ايد رجال امينة لابد ان تكون لا تبرجل نفسك ولا تبرجل بفجأة وفاة الرئيس. هذه ما أول مرة بتحصل بوفاة الرئيس في أحد الدول. نحن ناس مسلمين ونتقبل بالواقع، ما ممكن نقفل المحلات ونرجع لبرجلة البلد وبرجلة الحالة، ده ما يكون، لازم نتثبت نفسنا ونشوف وتقدم إلى قدام ومستقبل بلدنا، ونتكاتف من صغار لكبار لنتكاتف لنبني بلدنا. أنينا تشاهدين كلنا أنينا دور عافية سلام، الله يجيب بلدنا عافية، إلا الدنيا دور صبر شغل الله يجابر يجابه، بس أنينا من الله نصل من الله ندور عافية سلام. خبر ده حسيت ما هلو إذن كبير مرة واحد، نادم رئيسنا دولة كامل رئيس قدا ولا هين إذن أزنانين جسكا كي إذن أجن يكمل لكل أنينا قاعدين في إذن، والله نشيب الناس كل كي ناس سيمو كل كي هزين الهزين، بس لكن عافية قاعد عافية قاعد خوف ده قال لي مرقومين قالبهم قبل كشو والله الله أرادة من هناك الله كي قبل أرادة وده يوم هكذا.